من بيروت معنا الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادة، تحية طيبة لك. حضرة العميد، حزب الله ما زال يراهن على الميدان عسكريا وليس سياسيا، ما هي قدرات حزب الله العسكرية التي يمكن بها أن يقلب المعادلة لصالحه؟ يعني صباح الخير. في الحقيقة حزب الله لا يراهن على الميدان، حزب الله ينتظر إشارة من طهران، هذه هي الحقيقة. الرهان على الميدان هو بالبقاء يعني في الميدان، ريثما ربما تتصل إيران إلى قرارها بإعطاء الإذن لحزب الله بالقبول بالتسوية، وهذا طبعا ما سيجعل الرئيس نبيه بري يقبل بها أو يعلنها لنقل، ولا يقبل بها يعلنها. وبالتالي القول أنه الرهان على الميدان هو يعني بالنسبة واقعيا يعني ذلك. طبعا المعارك مستمرة، الدمار مستمر، إطلاق ولكن الصواريخ. هل الصواريخ والمسيرات التي يطلقها حزب الله والتي باتت تتطور وتصل إلى مناطق أكثر في عمق إسرائيل، ألا يمكن أن تحسن من شروط حزب الله التفاوضية؟ يعني أولا كذلك، يعني ربما هذا السؤال يحتمل نوع من التعديل إذا شئت. أولا يعني المفاوض الأمريكي هو يأتي للتفاوض مع الدولة اللبنانية، ويفترض يعني أنه هذا المفاوض اللبناني الذي اليوم يعني هو رئيس نبيه بري قادر على ربما التوصل إلى أو إعلان موقف ما. هو بالنسبة للمفاوض الأمريكي الذي يقوم بالواسطة، هو بالنسبة له يمثل المفاوض اللبناني ولا يمثل يعني فقط حزب الله. وبالتالي الموقف الذي يتخذه الرئيس نبيه بري اليوم هو موقف تتخذه الدولة اللبنانية، هذا بالنسبة يعني للتفاوض. اليوم القول أنه الصواريخ قادرة على تعديل هذا الميزان، أنا أعتقد أنه يعني إطلاق الصواريخ الذي يحصل الآن وحتى المواجهة التي تحصل، وبالأمس طبعا رأينا أنه سقط للعدو الإسرائيلي ضابط وخمسة جنود في الميدان نتيجة يعني سقوط أحد المنازل التي تم تفخيخها، هذا طبعا يقدم إذا شئت نوعا من المواجهة، ولكن هذه المواجهة لم تعد قادرة على قلب ميزان المعركة، ولم تعد قادرة على وضع حزب الله في موقع من يملي الشروط، لأنه هناك يعني هناك مظاهر أخرى وأشكال أخرى لهذا الصراع تظهر أنه يعني ميزان القوى وللأسف لصالح العدو الإسرائيلي. إذن يعني ثم يعني موقف الحكومة التفاوضي هو موقف إلى حد نعم، ولكن دكتور حضرة العميد، إذا حزب الله تتحدث إسرائيل عن أنها قضت على 80% من ترسانتو وقدرته على إطلاق الصواريخ ومنصات الصواريخ، ورغم ذلك هناك ما يزيد عن 100 صاروخ يتم إطلاقهم. نعم. هذا غير المسيرة. طب كيف يحصل هذا الأمر؟ يعني أولا نحن نتكلم عن حزب لديه يعني بنية عسكرية على الأقل هي الآن يعني عمرها 18 عاما من التراكم بعد حرب 2006، إذن يعني هناك بنية عسكرية كبيرة. اليوم الذي حصل في الميدان أن حزب الله ربما اعتقد أو تصور معركة على وفق نموذج العام 2006، واعتقد أنه وبنى يعني كل التجهيزات الدفاعية على هذا الأساس. الذي حصل أنه قامت إسرائيل بمناورة مختلفة تماما عن المتوقع، يعني قامت بعملية البيجر، باغتيال القادة، بضرب العمق اللبناني أو حيث تنتشر البنية التحتية لحزب الله، قامت باصطياد القادة. لذلك يعني تغير شكل المعركة عندما دخلت القوات البرية للعدو الإسرائيلي إلى الميدان. كان الحزب تقريبا قد يعني تعرض لصدمات ولضربات كبيرة، لذلك يعني المناورة اختلفت،
طريقة الدفاع اختلت، وبالتالي اليوم يعني اليوم إسرائيل تقول يعني إذا أجرينا مقارنة بسيطة، إسرائيل تقول أريد تدمير قدرات حزب الله، وهي قامت بكل ما يعني سبق والجميع يعرفه. اليوم إطلاق الصواريخ يساهم طبعا في إبقاء المعركة موجودة، يساهم في ضعضعة ربما الداخل الإسرائيلي، ولكنه يعني لا يقدم هدفا مرحليا يصل في النهاية إلى الهدف النهائي، يعني لا يبني تراكم ميداني يمكن في النهاية أن يصل إلى تغيير الواقع. نعم، ولكن ولكن ما يجري على الميدان يظهر أن حزب الله ما يزال لديه قدرات على الدفاع، وأنت ذكرت أنه يكبد إسرائيل خسائر بشرية، وهناك أيضا بعض التحليلات التي تقول أن إسرائيل لن تتمكن من القضاء على حزب الله كما تتمنى، لأن هذه الميليشيا ويقصدون حزب الله لها قدرة على التكيف ومرونة وروابط قوية مع أعضائها داخل دولهم، هذا بالإضافة إلى مصالحها الخارجية. هذا الكلام يعني نحن نقبل ب أتكلم هنا من الناحية الأكاديمية لمناقشة مواجهة عسكرية بين الطرفين، ولا أتكلم من ناحية التعاطف مع هذا الفريق أو ذاك. أنا أناقش المسألة العسكرية بكل شفافية. طبعا لا، وليس هناك أي لبناني يريد أن تدخل إسرائيل إلى لبنان، هذه مسألة محسومة، وهناك كذلك خلاف سياسي على سلاح حزب الله، وهناك كذلك إجماع كبير في لبنان من عدد كبير من اللبنانيين أن هذا السلاح غير قادر على حماية لبنان. المسألة ليست مسألة يعني أن نتكلم عن معركة تحصل في مكان ما أو على كوكب آخر، نحن نتكلم عن ميزان قوى وعن معركة تحصل ونتساءل إلى أين يمكن أن تفضي. يعني قادر على التكيف؟ نعم قادر على التكيف، أنه هناك تعبئة لدى وتدريب لدى جماعة حزب الله أنهم لم يرفعوا الرايات البيضاء، هذا كلام صحيح، وهناك كذلك تدريب لدى جماعة حزب الله ساهم لغاية الآن بأنهم مستمرون بإطلاق الصواريخ وفي المواجهات، هذا صحيح، ولكن في النهاية نحن نتكلم عن تدمير للبنان، نتكلم عن مناورة عسكرية، ونقيم إلى أين يمكن أن تصل. يعني أليس تدمير؟ ولكن سؤال، هل من يذهبون إلى هذه المواجهات كم عدد الذين يعودون أحياء؟ صحيح، ما هذا ما نتكلم عنه، نتكلم عن نتائج المعركة. يعني إذا كان هناك من ينتظر أن يقوم حزب الله بالقول كفى نحن مستعدون للتسوية، هذه الـ هذا الإعلان أو هذا الوضع ليس بمقدور حزب الله. نعم. أن يقوله، يعني هو لديه قرار بالاشتباك وليس لديه قرار بوقف الاشتباك أو بطلب التسوية. نعم. لذلك الوضع الميداني مستمر بهذا الشكل. أما القول أنه إذا كان هناك يعني أكثر من 200 ألف منزل في لبنان قد دمروا، هناك أكثر من 1.5 مليون نازح، هناك اقتصاد يعني الجميع يدري مشاكله، هناك أكثر من 3400 شهيد في لبنان، كل ذلك ألا يحتسب من نتائج المعركة؟ أنت عسكريا قلنا على السريع، هل هذه تعتبر انتصار ولا هزيمة ولا صمود؟ إذا أولا هذا يعتبر قتال إسرائيلي إيراني على أرض لبنان، لا يملك لبنان أي قدرة على وقفه، لأنه هذا الاشتباك هو اشتباك إقليمي. شكرا. وبالتالي وقف هذا الاشتباك يعود للشركاء الإقليميين. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادة.